أسعد الله أوقاتكم جمال الحياة ولذة الحياة، وارزق الله تعالى لا تعد ولا تحصى. استفسار: هل الهاكوباثي يقوي الذاكرة؟ والهاكوباثي هو معرف عموما بالعلاج بالماء الساخن. هاكوباثي كلمة من ثلاث كلمات، hot aquapathy، وhot من الكلمة الإنجليزية ساخن، وaqua من الكلمة اللاتينية ماء، وpathy من الكلمة اللاتينية أي علاج. إذن العلاج بالماء الساخن، لكن الهاكوباثي هي علامة تجارية مسجلة واكتشاف علمي جديد ودخل في تاريخ العلم، باعتبار الهاكوباثي هو علم العلاج بالماء الساخن مسجلة لدى مكتبة الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية، حفاظا كملكية فكرية لصالح كل عماني، كل خليجي، وكل عربية. الإجابة: أول شيء نعطي الأسباب الجذرية، نعطي الأسباب الدقيقة لكيف دور الهاكوباثي لزيادة القدرة الإنتاجية، الذكاء الإنسان، قدرة الذكاء والنمو ودقة التركيز وقلة الحوادث وما شابه ذلك. وبالتالي الذكاء ينطلق من وين؟ ينطلق من المخ، مخ الإنسان، من خلال كيف تعمل الخلايا الدماغية في عملية استيعاب المعلومات وتخزينها وإجراء عمليات دقيقة بحثية، مراجعة لتلك المعلومات واتخاذ القرارات وما شابه ذلك والتصرف عبر ذلك. لذلك المخ هو المركز، هو الأساس. فلنشوف هنا، لنرى دور الهاكوباثي كيف سيكون له دور. طبعا الهاكوباثي والعلاج بالماء الساخن، الهاكوباثي يتوزع إلى مجموعة كبيرة من الأساليب الصحية والعلاجية، لكن هناك نقطة من بين المهمة جدا الأهم: تطبيق البرنامج الصحي والعلاجي لتناول الحاكوة الماء الساخن، هذا هو أهم شيء. ومن ثم هناك تطبيقات مساعدة أخرى لفوائد صحية وعلاجية متعددة. أول شيء لنرجع لمصادر علمية عن مخ الإنسان، مكونات مخ الإنسان، من حيث هذه المكونات الأساسية التي تأتي من مصدر من خلال الهاكوباثي. هذه المواد الأساسية الأربع، الوقود، هي الوقود الطبيعية الأساسية لجسم الإنسان: الماء، الأكسجين أو الهواء النقي باللغة العامية، والهيدروجين أي بخار الماء باللغة العامية، والطاقة أي القوة باللغة العامية. إذن كل من الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين مصدرها مصدر وحيد، الماء الساخن الهاكوباثي. طيب، أول شيء لنرجع مراجع علمية حول تكوين مخ الإنسان ودور هذا كل واحد من هذه المواد. أولا عن الماء، مخ الإنسان يتكون من نسبة 78% من الماء، وهناك بعض الأبحاث العلمية دراسات تشير إلى يوصل أحيانا إلى 85%، 85% ماء. عن الأكسجين، مخ الإنسان يستقبل يوميا نسبة أعلى عن الأكسجين عن أي عضو آخر، مع أن نحن نتنفس من رئتين، الأكسجين نحتاجه في رئتين، لكن مخ الإنسان يستهلك أكبر كمية، أكثر عن الرئتين وعين أي عن أي عضو آخر، أي تحديدا
20% تحديدا. ثالثا الهيدروجين. العالم الأمريكي الراحل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء الحيوية ألبرت زينت جورجي من أصل ميجر هو من اكتشف بأن لا تتحرك أي من الذرات إلا أن يرافقها الهيدروجين بخار الماء. كيف ذلك؟ معنى عند اتخاذ القرارات كل شيء 24 ساعة مخ الإنسان الخلايا الدماغية تتحرك بشكل سريع جدا وبصورة فائقة جدا في عملية التخزين واتخاذ القرارات وما شابه ذلك ما أسلفناه. وحتى وقت المنام حلمه والنوم مخ الإنسان لا ينام، تظل الخلايا الدماغية متحركا. ذلك الإنسان أحيانا يحلم فلا تتوقف ذي الخلايا الدماغية. بالتالي كلما توفرت كمية كافية من الهيدروجين كلما كان وظائف مخ الإنسان تتم بشكل سليم جدا. وأخيرا الطاقة. مخ الإنسان يستهلك يستنفذ نسبة أعلى نسبة من الطاقة عن أي عضو آخر في جسمه، وهي تحديدا نسبة 20% طاقة. طيب الطاقة هي القوة. طيب هذه أربع مواد كيف توصل للمخ؟ كيف توصل للخلايا الدماغية؟ عن طريق الدورة الدموية. إذن دم الإنسان نهر ناقل نهر نهر ناقل، وتراها بشكل دم لأن لونه أحمر نتيجة الكريات الدم الحمراء، لكن أساسا هو ينقل الماء وينقل الطاقة وينقل الأكسجين وينقل الهيدروجين إلى الخلايا الدماغية، وكذلك ينقل الرئتين وجميع أعضاء جسم الإنسان وكل خلية في جسم الإنسان. طيب مع تطبيق الهيكوباثي هذه جميع المكونات الأساسية يتغذى بها الدم حتى توصل إلى الخلايا الدماغية، وبذلك نعم نرى جيل جديد من البشر الذين سينعمون بالصحة الموفورة بذكاء خارق، تحديدا مع تطبيق الهيكوباثي منذ الطفولة. لكن حتى الإنسان البالغ لازال لم يفوت الأوان، ابدأ تطبيق الهيكوباثي لصالحك ومن أجل حياتك ومن أجل ذكائك وتنمية مهاراتك وتأدية مهامك، وانت راضي ويتم الإنتاج وتقلل من الضغوطات النفسية والتأقلم ومع التحديات الحياتية، بل تفادي تأثير كل ما يتعلق بضغوطات النفسية التي تتسبب إلى الإرهاق وتدهورت العصبية وما شابه ذلك، القلق والاكتئاب وما شابه ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.